أنا متأكد أنه هاي المعلومات قد لا تهمك أبداً عن الرينج روفر الجديدة كلياً. أولاً عندكم تقنية الأنوار الأمامية تعمل في تقنية LED، لكن هاي التقنية تتكون من 1.2 مليون مايكرو ميرور تقوم بعكس الإنارة على الطريق. إيش الهدف من 1.2 مليون ميرور؟ هاي هدفها أنه أنت مثلاً مقابلك في شخص وفي سيارة وفي دراجة نارية، عشان ما تعمل اللي قدامهم بقوة الإضاءة، هاي المايكرو ميرور تقوم بإطفاء مناطق معينة في الإنارة الأمامية عشان ما تعميهم، وقادرة في نفس الوقت إنها تطفي 16 منطقة مختلفة في الأنوار عشان تعمل أدجسمنت مناسب للطريق. الأبواب كونها سيارة فاخرة جداً فبتقدر تطلبها في الأبواب اللي تفتح أوتوماتيكياً، فمجرد ما تفتح الباب تمسك إيدك الباب أوتوماتيكياً راح يفتح معك وأيضاً يغلق معك. لكن الجميل في الموضوع كونها سيارة تقدر تروح فيها أوفرودينج، فمثلاً لو كانت السيارة لحد درجة ميلان 10 درجات الأبواب قادر إنها تفتح أوتوماتيكياً بدون مشاكل بدون بطء أو أي مشكلة. إضافة لذلك شايفين مقابض الأبواب هاي؟ مجرد ما تفتحها في المفتاح راح تطلع معك المقابض عشان تفتح الباب، لكن رينج روفر قامت بوضع أقوى ماكينة تقوم بفتح هاي المقابض. ليش؟ عشان في جميع الظروف المقابض تفتح معك، حتى لو كنت في منطقة جليدية وعندك أكوام من الثلج على الأبواب ما عندك أي مشكلة. أما الأنوار الخلفية في السيارة، فرينج روفر بتحكي لكم أنه الأنوار الخلفية تحتوي على أقوى إنارة LED يتم وضعها على سيارة إنتاجية. ليش أقوى إنارة؟ مش والله تفاخراً، لكن بسبب أنه الأنوار وهي مطفية السيارة راح تشوف عبارة عن أسود كامل مظلل بالكامل في اللون الأسود، فعشان هالتضليل يكون مناسب والإنارة تكون إنارتها ممتازة جداً، فتم رفع اللي هو البرايتنس للإنارة الخلفية عشان ما يأثر على الرؤية. أما المقصورة الداخلية فكونها سيارة فاخرة جداً فرح تتوقع أنها رينج روفر رح تستخدم جلد طبيعي، لكن لا، رينج روفر ما بتستخدم الجلد الطبيعي بسياراتها لأنها بتحاول قدر المستطاع أنها تحافظ على البيئة. لكن الإشي الجميل الآخر أنه في عندكم الشاشة الوسطية هي كيرف سكرين لكن مختلفة عن السيارات الأخرى. الكيرف سكرين فيها بشكل أفقي بحيث أنه من الأسفل فيها الكيرف سكرين وليس من الجوانب زي باقي السيارات. الشاشة بقياس 13.1 إنش، وأيضا في عندكم شاشات بالخلف نفس النمط للكيرف سكرين.